هذا البرنامج برعاية ديدو ديكو. ديدو ديكو فينيلا. ديدو ديكو فينيل للأشغال الكبرى، بياض ناصع وقابل للغسيل. فينيلا منتوج جزائري 100%، متوفر عبر كل الولايات. الأشغال الكبرى الداخلية والخارجية، عنوان واحد فينيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج العقار الذي تتابعونه عبر قناة الوطنية. طبعا مشاهدينا الكرام، كما عودناكم دائما في برنامج العقار نتطرق إلى مواضيع في هذا البرنامج وبرنامج العقار، أيضا نبحث عن الحلول في البرنامج. وموضوع حلقتنا لنهار اليوم مشاهدينا الكرام هو البنايات الغير مكتملة. ولمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا في البرنامج الأستاذ عماني أسامة، خبير اقتصادي ومختص في القانون. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة. العفو، شكرا لك أنت على تلبية الدعوة. شكرا أستاذ. العفو. وأستقبل أيضا السيد بالعشاشي حميد، نائب رئيس بلدية ترويبة مكلف بالبناء والتعمير. أهلا وسهلا بك سيد. أهلا وسهلا بك، مشكورون على الضيافة، على الاستدعاء والضيافة، بارك الله فيك. شكرا لك أنت على تلبية الدعوة سيدي. أستضيف أيضا معنا في البرنامج الأستاذ مرابط عبد القادر، مهندس معماري معتمد ونائب برلماني عضو لجنة السكن في المجلس الشعبي الوطني. أهلا وسهلا بك أستاذ. شكرا على الاستضافة. العفو، شكرا لك أنت على تلبية الدعوة. إذن مشاهدينا الكرام، قبل نقاش هذه الحلقة في برنامج العقار الذي تتابعونه عبر قناة الوطنية، يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن دائما في خدمتكم كما عودناكم في هذا البرنامج، برنامج العقار. إذن الآن مشاهدينا الكرام أدعوكم سويا وأدعو ضيوفي الكرام في البرنامج لمتابعة أخبار السكن مع الزميلة نور الهدى خطار، ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار السكن. بداية، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر خرجاته الإعلامية عن التحضير لقانون جديد يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة من دون وجه حق. وقال الرئيس بشأن الملف: نأسف أن بعض الأراضي حررناها من السكن القصديري وقمنا بإسكان قاطنيها السابقين في شقق تتوفر على كل الضروريات، ليأتي سكان آخرون لاحتلالها بالتواطؤ مع بعض المسؤولين، وهذا الأمر سنقضي عليه. السكن عندها صيغ تقترحها الحكومة ممكن جدا، ولكن احنا مبدئيا ودائما في إطار صيانة كرامة الجزائريين ما نبغيش الجزائري، وقلتها مرارا، قلتها حتى أيام ما كنت وزير سكن، ما نرضاش للجزائر تاع 1,500,000 شهيد باش يكونوا أولادها ساكنين في القصدير العشوائي ولا في الصفيح ولا كل واحد يسميها حاجة بيدونفيل، هذه ما كانش. وإلى خبر آخر، أعلنت وزارة السكن أن انشغال مستفيدي موظفيها من مختلف الصيغ السكنية قد تم رفعه إلى المسؤول الأول في القطاع محمد طارق بالعريبي. ومن بين الانشغالات الإشكالية لطالبي تغيير أماكن استفادتهم من صيغة السكن عدل إلى برامج تكون قريبة من أماكن العمل، وكذا تحسين الوضع الاجتماعي والمهني على غرار ترقية آلية ووضع مخطط وطني للتكوين وتخصيص حصص سكنية وتسوية المنح والعلاوات واستدراك التأخر.
عاد قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إدراج قابلية التنازل عن السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، وحسب القانون المنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية يمكن كل شاغر للسكن التابع للقطاع العمومي الإيجاري ذات طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة يرغب في اكتساب مسكن إذا طلب اقتناء في أجال لا يتعدى 31 جويلية 2023. عكفت مصالح مديرية التوزيع الكهرباء والغاز ببويرة على تقديم تسهيلات وخدمات لفائدة مستثمري الولاية، لا سيما المناطق الصناعية والمناطق النشاطات، حيث تم ربط منذ بداية السنة الجارية 16 مستثمرة صناعية جديدة بطاقة الكهرباء وطاقة غازية بغلاف مالي قدره 26 مليون دينار جزائري، حيث استفاد 10 مستثمرين في إطار العملية بربط بكهرباء باستطاعة 9 ميجاوات وواحد غاز تدفع 100 متر مكعب في الساعة. إلى خبر آخر، تواجه البنوك الصينية خطر تكبد خسائر بقيمة 350 مليار دولار من الرهون العقارية مع تصاعد الأزمة العقارية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وتهاوي الثقة في السوق. وأكدت الأزمة المتابعة متعلقة بمشروعات متعثرة إلى تفويض ثقة أكثر في المشتري السكن، مما دفع المئات الآلاف من الحاجزي الوحدات العقارية إلى مقاطعة إسداد أقساط الرهان العقاري في أكثر من 90 مدينة وسط تحذيرات من اتساع نطاق الأزمة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية أخبار السكن، إلى اللقاء. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا أخبار السكن مع الزميلة نور الهدى خطار، وأيضا الزميلة نور الهدى خطار أعدت لنا روبورتاج حول موضوع الحلقة وهو البنايات الغير مكتملة، وموضوع الروبورتاج كما ذكرت منذ قليل المظهر الخارجي للبنايات وتسوية الطابع العمراني، نتابع معا. إصدار المرسوم التنفيذي رقم 2255 جاء في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة للتكفل بالبنايات المنجزة غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وتنفيذا للمادة 151 من قانون المالية لسنة 2022. ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 2255 المؤرخ في 22 فبراير 2022 الصادر في الجريدة الرسمية المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة أربع مبادئ أساسية، وتتعلق أساساً باحترام القواعد العامة في التعمير فيما يخص التعدي على مساحات التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة وتعلية المستويات أو طوابق دون رخصة أو تجاوز مساحة شغل الأراضي، كما تتعلق بالاستقرار والأمن في البناء سيما في المناطق الزلزالية، واحترام أجال إنهاء الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة على سبيل التسوية. وينص المرسوم على الدفع المسبق لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 و25% في قيمة الجزء المبني المضاف أو المعدل موضوع المخالفة، حيث تم في هذا الجانب تخفيض النسبة القصوى إلى 20% للتخفيف على المواطن. وحددت قيمة الغرامة على السكنات الريفية المنجزة في التجزئة الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا المدعمة من طرف الدولة 10%، وفي السكنات الفردية والجماعية 15%، وتطبق نسبة الغرامة على الجزء المعدل أو المضاف فقط وليس كل مساحة السكن.
كما حددت الغرامة بموجب المرسوم مسبقا، ولا تؤخذ في الاعتبار قيمة السكن أو مساحة الأرضية. وعلى سبيل المثال، تم تحديد قيمة الغرامة على الأجزاء المضافة خارج رخصة البناء في البناء الريفي والتجزئة الاجتماعية ب5000 دينار جزائري للمتر المربع. لا يمكن تسوية وضعية رخصة بناء لبناية لم تحترم معايير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بحيث سيرفض أي ملف لا يتوفر على وثيقة الموافقة من طرف الهيئة. التهيئة الخارجية للبناية مسؤولية صاحب المنزل خصوصاً، وأن البنايات الغير مهيئة قد تكون مصدر خطر على الساكنين والمارة. فهل هناك أمل لتغيير ثقافة تهيئة البنايات من الداخل وإهمالها من الخارج؟ إذن تابعنا الروبورتاج. أعود إلى ضيوفي في البرنامج، أرحب بكم مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم. إذن في البداية يعني تابعنا الروبورتاج وتحدثنا على موضوع الحلقة هو البنايات الغير مكتملة. أبدأ معك أستاذ في البداية، أستاذ عماني أسامة خبير اقتصادي مختص في القانون. لما نتكلم عن البنايات الغير مكتملة، ربما هناك توجد قوانين تنص على هذه المادة وعلى هذا الموضوع أيضا، هناك يعني فقط أستاذ أردت منك توضيح عن الفرق بين المرسوم التنفيذي رقم 08-15 والمرسوم التنفيذي رقم 22-55. أولا بدأوا بالمرسوم 15-08 اللي جاء في 20 جويلية 2008، اللي جاء بيعالج وضعية البنايات التي شيدت قبل تاريخ جويلية 2008. جاء بيش يعالجها وعالج بعض الحالات، ربما ما تمكنش باش يعالج بعض الحالات الاخرى للمشرع من جاي يسن هذا القانون، ما راعاش الوضعيه نتاع هذيك تلك الحالات. جاء اليوم المرسوم التنفيذي جديد 55-22 باش يعالج الوضعيات التي لم يعالجها القانون 15-08. جاء القانون الجديد هذا باش يعالج الوضعيه اللي ما عالجهاش القانون اللي قبله، وهذا شيء عادي وجرى عادي انه يجي قانون يتمم ويكمل القانون اللي سبقه، هذا يجرى عادي. نعم. طيب نعود اليك استاذ مرابط عبد القادر، مهندس معماري معتمد ونائب برلماني عضو لجنه السكن في المجلس الشعبي الوطني. نفس السؤال يعني اللي طرحته للاستاذه عماني، كان يعني اجاب على الفرق بين المرسوم التنفيذي 08-15 ورقم 22-55. ربما لدي أيضا أنت كلمة حول هذا الموضوع. شكرا مرة أخرى وتحية إلى قناة الوطنية على هذا الحصة تحت عنوان العقار. نعم. واليوم الموضوع تاعنا اليوم هو وضعية السكنات غير المكتملة. نعم. أنا إضافة إلى ما قدمه الضيف المحترم، القانون اللي جاء 15-08 لسببين. نعم. أولا هو تسوية وضعية السكنات الفوضوية أو غير المكتملة. والموضوع الثاني أو الأمر الثاني وهذا هو المهم، هو التوقف عن البناء الفوضوي. نعم. لما ما وصلناش للهدف المعين، جاء المشرع بالقانون 22-55 لاستكمال إجراءات فيما يخص تسوية وضعية البنايات قانونيا داخل نمط عمراني متكامل. نعم. في هذا الإطار أستاذ نتحدث عن إنجاز السكنات الفردية، بالنسبة لهذه النقطة هل إنجاز السكنات الفردية تتم بمخطط معماري؟ أكيد تتم ليس مخطط عمراني فحسب، ولكن نعم. مخطط مدني ما يخص دراسة الطوابق الأساسات الأعمدة إلى غير ذلك، بالإضافة أيضا إلى دراسات تقنية
بمعنى نوعية التربة. إذا كان التربة صخرية مش كما التربة طينية، إذا كانت التربة طينية ما راهاش كما تربة أخرى. إذن المخطط العمراني تسلم رخص البناء بناء على مخطط عمراني منجز من طرف مهندس أو خبير معتمد معماري معتمد، بالإضافة إلى مهندس مدني، وهذا تتبعه دراسة تقنية متبوعة برأي المراقبة التقنية للبناء. أكيد أكيد. طيب نعود إليك أستاذ بلعشاش حميد، نائب رئيس بلدية رويبة مكلف بالبناء والتعمير. موضوع حلقتنا كما تحدثنا مع الأساتذة هو البنايات الغير مكتملة. لما نتحدث عن البنايات الغير المكتملة أستاذ، توجد هناك طبعا شهادات، لما نقول هذه البناية يعني ما هي الشهادة المطابقة ومتى تمنح ولمن تمنح؟ بارك الله فيك. فيك قبل ما نجاوب على السؤال ماذا بيا نزيد شيء على الشيء اللي قالوه الإخوة. هو القانون في الأساس جاء باش يسمح للناس اللي تبني باش تكمل البنايات ديالها. نعم. كما تشوفوا كي نمشيو في المدينة نشوفوا باللي كاين فيه بنايات غير مكتملة، العديد من البنايات غير مكتملة اللي تشوه من منظر تاع المدينة. دونك هذا القانون جاء باش يعني يقضي على هذه التشوهات اللي نشوفوها. أما فيما يخص شهادة المطابقة، فهي شهادة المطابقة هي عقد من عقود التعمير. نعم. تحرر على شكل قرار حسب المرسوم التنفيذي 15/19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، وهذا بعد إتمام صاحب رخصة البناء للأشغال. شهادة المطابقة تتمد كي يكون اللي بنا يعني كان احترم رخصة البناء. هنا نعطيه له شهادة المطابقة بعد 30 يوم من إتمام الأشغال. تخرج لجنة اللي فيها مصالح تعمير للبلدية والدائرة. نعم. وفي بعض الأحيان كيكونوا حوايج واحد أخرين يعني ماشي بنايات السكن، يخرجوا يكونوا حاضرين الحماية المدنية. هنا كيلاحظوا بالليك البناية شيدت حسب رخصة البناء، هنا تحرر شهادة المطابقة، والشخص يدي شهادة المطابقة ديالو يعني بدون أي مشكل. وتمنح هذه الشهادة شهادة المطابقة بعد 30 يوم من إتمام الأشغال. كي يكون محضر المعاينة يبين باللي الإنسان هذا أنجز البناية تاعو في يعني واحترم رخصة البناء المسلمة له. نعم. تمنح هذه الشهادة للطالب لأي إنسان يطلب شهادة المطابقة الخاصة بالبنايات المنتهية والتي احترم فيها رخصة البناء المسلمة له. نعم. طيب نعود إليك أستاذ مرابط، ربما لديك تعقيب حول السؤال الذي طرحته للأستاذ بلعشاشي. بالإضافة لما تقدم. نعم. الأخ نائب رئيس المكلف بالتعمير. نعم. واللي البلدية اللي هي الحلقة الأساسية. نعم. أو الحلقة أو الرابطة الأولى ما بين المواطن المعني بالإجراءات المختلفة فيما يخص إن كانت رخص بناء أو رخص مطابقة أو رخص هدم إلى غيرها. بالإضافة إلى ما تقدم به الأستاذ الفاضل. نعم. رخصة المطابقة جد ضرورية. إذا كان احترم الملف أو المخطط الأولي وخرجت اللجنة لجنة المعاينة وسلمت له، لأن ما يقدش يتسلم دفتر العقاري بدون رخصة مطابقة. نعم. إلى رخصة التجزئة، وعليه المواطن مطلوب منه أنه يأخذ حذره، لأن إذا كان محترمش المعايير أو محترمش المواصفات أو الشروط اللي كان في رخصة البناء، ربما يلقى من بعد صعوبات في تسلم الدفعة العقارية. نعم. إذن نعود. تفضل أستاذ. نعم. أنه ربما اللي تابع فينا يعتقد أنه شهادة المطابقة مرتبطة بالناس اللي يستلموا رخصة البناية لما جاي بنيري. هناك كذلك من حق حتى من لم يقدم طالب رخصة بناء وبنى بدون رخصة بناء
نعم. هناك إمكانية تسوية أنه يستفاد من رخص المطابقة نعم. من خلال القانون 1508 هناك إمكانية أنه يكون عرضة للتسوية من خلال إعداد ملف وكذا يحطه على مستوى مصالح بلدية. نظن بلي نائب رئيس أكثر اطلاع مني على هذه المسألة نعم. أنه ربما نربط مسألة المطابقة بفقط من استفاد من رخصة البناء ولم يحترم رخصة البناء قواعد رخصة البناء المخطط الموجود في رخصة البناء نربطوه بالمطابقة. لا حتى من لم يملك أصلا رخصة البناء وفات بناء واليوم عنده دار بإمكان في إطار قانون 1508 أنه يستفاد من شهادة المطابقة وتسوية وضعية البنيته حتى إذا لم يكن حائز على رخص البناء نهار الأول كبنا. طيب أستاذ نحن لما نتحدث عن هذا القانون ربما توجد هناك عقوبات عن من يخالف هذا القانون. طيب أستاذ ما هي هذه العقوبات الذي يخالف هذا القانون؟ والله أستاذ العقوبات جاء منصوص عليها في إطار قانون 1508 نعم. الفصل الثالث القسم الثاني غرامات مالية توصل حتى للحبس مدة 6 أشهر إلى سنتين سجن نافذة وهناك كذلك غرامات مالية توصل حتى العشر ملايين سنتيم غرامات مالية وما أكثر. إذن لابد أنه نحترموا القانون باش ما نكونوش عرضة لهذه العقوبات ونلقاو روحنا احنا بسبب خطأ عمراني تلقى روحك متابع في قضية ربما وبحكم عليك حتى بسجن. أنه العقوبات منصوص عليها في القانون 1508 في الفصل الثالث في القسم الثاني منصوص على عقوبات وعقوبات تصل إلى حد أنه سنتين من 6 أشهر إلى سنتين سجن وكذلك غرامة مالية. أستاذ نعم أستاذ إذن ربما أستاذ لديك تدخل حول هذه النقطة تفضل. شيء آخر على الشيء اللي قاله نعم. الأستاذ يقدر يروح حتى الهدم إذا كان الإنسان هذا تعدى على أراضي فلاحية ولا على رزق تاع بلدية ولا يقدر يروح حتى الهدم. يعني هذه عقوبة من العقوبات اللي تكلم عليهم زيادة على العقوبات اللي تكلم عليهم تقدر تكون هذه العقوبة يعني يتعرض المنزل للهدم. نعم طيب نعود إليك أيضا أستاذ لما نتحدث عن السكنات والغير مكتملة وأنت طبعا مهندس معماري ونائب أيضا برلماني عضو لجنة السكن في المجلس الشعبي الوطني يعني توجد هناك مخاطر أستاذ حول تشييد سكنات بدون مخطط معماري يعني ما هي هذه المخاطر؟ إذن سؤال في محله المخاطر تختلف. المالك تاع السكن اللي يبنه بدون رخصة بدون دراسة عمرانية ومدنية وتقنية وإلى غير ذلك ربما لا قدر الله وحلت الكارثه نعم. واش تحل اليوم رانا نشوف بعض المناطق من الوطن نعم تحل على احياء كامله وعلى عائلات كامله نعم. لان رخصه البناء باش تسلم بدفتر او بدراسه عمرانيه بالاضافه الى راي مصالح مختلفه انها مصالح الحمايه المدنيه مصالح الري مصالح صنع الغاز في بعض الأحيان نفرضوا لما تكون بنايات أو تجهيزات قريبة من 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 تجهيزات اللي تابعة للنقل تكون حاضرة وزارة النقل ممثلة في مديرية النقل لما تكون بجانب سكة حديدية أو غيرها. يعطيك الصحة أستاذ. اليوم دراسة وشفنا باللي أغلبية المخاطر اللي راهي تحصل مؤخرا كانت نتيجة إلى إما ما كانش دراسة في المستوى وإما المعني قام ببناء السكن بطريقة فوضوية وإذا لا قدر الله كانت فيضانات أو لا قدر الله زلازل أو غيرها أو انجراف التربة وإن تأثر مش على المسكن تاعها فقط ولكن لا قدر الله على السكنات والأشخاص والعائلات المجاورة لهذا السكن. نعم أستاذ. إذن أستاذ أسامة ربما لديك يعني كلمة حول هذا السؤال. لا حبيت نقول باللي شرط استفادة من رخص البناء هو المرور عبر الشبك الموحد يجي شينيك على مستوى مصالح
بلدي كاين اطراف متداخله متمثله في مختلف القطاعات والدوائر المعنيه بالتعمير والبناء. نظن باللي مين واحد يدير رخصة بناء معناتها هذه من اجل السلام، من اجل السلامه العامه، نعم. ومن اجل كذلك الحفاظ على المنظر العمراني العام، حفاظ على جماليه المدينه. لابد أن نتمشاو إلى مصالح البلدية ونروح نحقق أنه تستفاد من رخص البناء. علاش تروح تبني بشكل فوضوي وغدوة إن شاء الله تولي عرضة للمساءلة القانونية وتولي عرضة للعقوبة وتولي عرضة للغرامات، وكذلك ممكن تولي عرضة أنه تعرض أرواح البشر للخطر. أنت بإمكانك أنه تمشي إذا كان عندك مشكل تقني في 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 البلان تكنيك تاعك ولا مشكل في التربة تاعك، من الأفضل أنه مصالح البلدية هي ترفض تعطيك رخص البناء، ماهيش أنه ما تحبكش ولا لأنه ما عندها مشكل شخصي معك، لأنه حابة تحمي أرواح نتاع عائلتك. لما أنت تروح تبني بدون رخصة بناء وبشكل فوضوي ظن انه عندك مشكله مع مصالح البلديه، كن هي تحميلك في عائلتك نهار ترفض تعطيلك، لانه اليوم من انه تحمي السلامه العامه وتحمل المواطنين تاعها. لذلك من غير المعقول انه تعطي الواحد رخصه البناء اذا كان ما يستوفيش الشروط المنصوص عليها، وربما مش غير البلديه اللي ممثله على مستوى الشبك الموحد كما سبق وقلت كل القطاعات الاخرى. يعني نهار يعطيهم لك رخصه بناء راك في تبني وتضمن سلامتك كذلك. علاش نلعبوا بارواحنا ونروحوا نبنوا بشكل فوضوي وما ناش عارفين معنا لا دراسه تقنيه ولا دراسه تاع التربه؟ غدوا ان شاء الله لعل كما سبق الزميل وتكلم نقولوا ارواحنا مهدده، شيء مؤسف. يعني حتى ونحافظوا ايضا اساتذه على جمال المكان وجمال المنازل، لما الانسان يعني يكون يمشي في الشارع ويرى مكان جميل حتى النفسيه تاعه في هذه النقطه حترتاح. اذا كانت شاطروني الراي أكيد. إذا سمحتي. نعم تفضل. حتى الحمد لله جزائرنا واسعة. نعم. وواسعة بثقافتها وواسعة بعمرانها. واجهة في صحراءنا الغالية. نعم. ماش كما واجهة المدن البحرية. واجهة المدن البحرية مراش كما واجهة الهضاب العليا والمدن الداخلية. وعليه الواجهة تاع السكن لافاساد مراهاش ملك المواطن. نعم. في الحقيقة بالمفهوم العمراني هي ملك للبلدية، هي ملك للمدينة، لأن إذا كان يعطيك صح يعني حتى البلدية حق في لها حق أنها يعني تنبه المواطن أو أصحاب البنايات أنهم يعطون جمال للبناية تاعهم. أكيد باش يكون نسيج عمراني متجانس. نعم. ومتكامل لازم باللي البلدية وهذا دورها أنها الواجهة العمرانية هي ملك البلدية بالمفهوم العمراني أقول. نعم. وتعطي واجهة وتعطي جمال للمدن العمرانية وغيرها. نعم أساتذة ما زلتم معنا في البرنامج والبرنامج ما زال متواصل. إذن مشاهدينا الكرام ما زلتم معنا ونحن ما زلنا معكم في البرنامج. أذكركم دائما مشاهدينا الكرام ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لانشغالاتكم وكل ما يهمكم، نحن في خدمتكم. والآن فاصل ثم نعود. ديدو ديكو فينيلا، ديدو ديكو فينيل للأشغال الكبرى، بياض ناصع وقابل للغسيل، فينيلا منتوج جزائري 100% متوفر عبر كل الولايات، الأشغال الكبرى الداخلية والخارجية، عنوان واحد فينيلا. عدنا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنكمل نقاش حلقتنا لنهار اليوم في برنامج العقار، وهي موضوع الحلقة
البنايات الغير مكتملة. وكما ذكرتكم منذ قليل لكل انشغالاتكم واهتماماتكم مشاكلكم أيضا ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذن أرحب مرة ثانية بضيوفي في البرنامج، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. إذن ونحن الآن في البرنامج، طبعا تعودنا في هذا البرنامج النزول إلى الشارع لرأي المواطن الجزائري حول في كل حلقة، حول موضوع الحلقة، حول أيضا موضوع العقار بصفة عامة. في هذه الحلقة نزلنا إلى الشارع ونتابع مع بعض، أدعوكم لمتابعة آراء المواطنين حول موضوع حلقتنا لنهار اليوم ولنعود. كيف اختي تكون فاهمك، حنا في بلادنا شعبنا موسوس، ما يقدرش يكمل داره على برا على العباد، باسكو يشوفوا ما يقولوش الله يبارك في بلادنا. هذه حاجة الأولى. حاجة الدوزيام، ما هو موسوس نورمال، من عند روحه موسوس، قادر يدخل داخل يخدمها ب 70 مليار، برا يبنيها ب 50 مليون نورمال. في بلادنا لازم هاد العفسه يسقموها، باسكو دوك تاك تمشي برا تشوف فيلا شابين، تشوف ديار شابين، في ذاتك شغل تكون انت هيك، مي بصح دوك يديرها لك كاع عيانا من برا، باينه ما تكونش بلادنا تبان شاب. ماشي هادي ماشي البروبليم كاع في الباطيمه تاع الدوله، ما كاين فيلا ثانيه، علاه ما تبنيش دارك مليح؟ السكن يعكس المنظر الخارجي تاع المدينه، بحيث ان باسكورنا نشوفوا مثلا مدن كبار ومش مكملين، والله ما عندناش ثقافه تاع التزيين والمحيط وكذا. بصح لازم الدوله هنا تتخذ اجراءات بحيث يعني تقوم بالمراقبه ولا مش عارف كيفاش، ماشي مراقبه بصح توعيه، يعني التوعيه هي تلعب دور، بس يعني هذا المظهر الخارجي تاع المدينه راه مشوه في الخارج، ومثل الجزائر البيضاء نورمالمون تكون كاع بيضاء. انا على حسب علمي كاين يقولوا تاع ترميم سكن، والترميم داخله فيه الاخرى الوجهه تاع السكن، بحال كي ترمم سكن معناها الترميم تاعو تعاود التزيين تاعو، ترميم معناها تزيين ولا انهاء السكن، كي تنهي السكن تاعك معناها داخله في الوجه الخارجي تاع السكن. من الاحسن واحد كي يبني دار ولا يبني فيلا، من الاحسن يكمل خدمته، يكمل لا فينيسيون تاعو، باش هذيك الدار ولا هذيك الفيلا كي تشوفيها من برا تبان شابه. من الاحسن اي واحد، اي بناء ولا اي رجل هكذا اللي يخدم، يكمل خدمته، يكمل الفيلا تاعو ولا دارو، يفينيها كاع يدوك ويلبسها، باش واحد كي يشوفها من برا تبان شابه. دوك الالوان، كاين الالوان الغوز البيج، الالوان شابه كاين من برا، كيش نقولوا باش تبان دار شابه، هذا كيما في ليترونجي في الخارج شتيهم كشي لبسوا ديورهم من برا، شتيهم هذي يبانوا عندهم جناين وهذي يبانوا شابين. حنا من الاحسن نقولوا اي واحد، اي بناء، اي واحد يبني دار ويبني، من الاحسن يكمل خدمته حتى للطرف بلا فينيسيون، بتلبس من برا كلش، من الاحسن يكمل باش تبان دارو شابه. وقال يقول لك انا ما نحبش فينيا، نحب هكا نورمال باش ما تبانش باللي داري شابه. كاين اللي يحب فينيها، كاين اللي يحب دارو شابه، وكاين اللي نو زعما يقول لك من بعد العين باش باللي انا عندي ولا. الجزائر قال لي كركاس، انا وين نضو نشوف البريك، البريك السيما ما فهمتش الناس علاش ما تفينيش ديارها. الشعب شغل هكذا يبني ويخليك، فاهم اختي؟ ما فهمتش علاش بروبليم في الدراهم ولا بروبليم في البلاد، واحد ما على باله. انا لكل حوين دون شوف لي كركاس، ها انا لاباس شويه نطلعك البلايص الفوق. قلت لك قالي كركاس اختي، وين تروح تسيبي؟ يبنوا بالبريك بالسيمان كذا، بنيان كاري، ما الذي يعطي في استكمال انجاز البنايات؟ إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا مع بعض آراء وأسئلة المواطنين حول موضوع حلقتنا لنهار اليوم وهي البنايات الغير مكتملة. طبعا تابعنا مع بعض أساتذة المواطنين، لكل مواطن رأيه الخاص في هذا الموضوع، ولكن كما تابعنا أغلب رأي المواطن يقول علاش حنا لما المواطن يبني البناية تاعو كما نقولوا ما فينيهاش على برا، ما يعطيهاش هذاك المظهر الجميل، لانه لما يعطيها مظهر جميل كما كنا شفنا المواطنين اللي قالوا، قال لك المظهر الجميل يعني ترجع لما تشوفوا النفسيه تاعك تكون مرتاحه. يعني ربما عندكم تعليق حول هذه النقطه قبل ان نبدا في الاسئله.
يا استاذ نظن باللي السلوكيات هذه السلوكيات المجتمعيه جينيرالمون ما تقدرش دير سياسات عمرانيه وانت ما تراعيش البعد السوسيولوجي نتاع المجتمع نتاعك والتركيبه المجتمعيه نتاعك والخصوصيات الحضاريه والثقافيه نتاع المجتمع الجزائري. نعم. احنا ظاهره الشكل الجمال العمراني هو مظهر مظاهر تمدن. واحنا المجتمع الجزائري هو مجتمع حديث العهد مع مع مع, مع تجليات التمدن. نظن باللي كل مره رانا نتقدموا في السياق هذا، كل مره راه يزيد مظاهر التمدن زيد تعم ببطء، ولكن هي مرتبطه اساسا هي تجلي من تجليات نتاع التمدن. ونظن باللي اليوم المشرع الجزائري جاي يعالج المسائل بشكل، وهذا من حكمه والبصيره نتاع المشرع الجزائري، انه جاي يعالج فيها بشكل تدريجي، انه يعرف الخصوصيات الحضاريه والثقافيه تاع المجتمع الجزائري، ويعرف طريقة تفكير المواطن الجزائري باش الناس تفهمنا، طريقة تفكير المواطن الجزائري انه في النهاية المظهر الجمالي للمدينة وللمظهر الجمالي للبناية هي مسؤولية مشتركة بين المواطنين. صحيح انه مصالح الدولة تراقب، ولكن في النهاية هي مسؤولية مجتمعية، هي كل مواطن عنده جزء من المسؤولية هذه، وهذا كما سبق وقلت مرتبط اساسا بظاهرة التمدن. كل ما تقدمنا في 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 فكرة وظاهرة التمدن، كل ما الشكل العمراني نتاعنا نرتقي به ويكون يرمز كما سبق الأخي وتكلم في الجزء الأول، يرمز للثقافة مستوانا الثقافي والفكري، وكل ما زدنا رجعنا لورا كل ما نعطوا انطباعات أخرى وربوز أخرى. كما سبق الناس يقول لك اليوم علاش الديور ماشي فينيين، علاش وين ندوروا نشوفوا الآجور، وين ندوروا نشوفوا كذا. احنا حتى الجزائري احنا يقدر يزيد إيطاج وما يقدرش يفيني داره من برا، وهذا مشكل كبير، هذا مشكل كبير. قلت كما سبقت لك اساسا مرتبط اساسا بفكره التمدن، ان نشوفوا من المظهر الجمالي يختلف من منطقه وبين اخرى وحسب التركيبه الديموغرافيه نتاع المناطق هذيك. نظن باللي مع الوقت وانه السلوكيات نتاع السلوكيات المجتمعيه والسلوكيات نتاع المواطنين، الدوله عندها تاثير عليها، ربما من خلال مجموعه من الحملات التحسيسيه وكذلك مجموعه من السياسات التربويه ممكن نعالجوا المساله هذه ونتقدموا لقدام في المساله هذه ان شاء الله. نعم استاذ، إذن استاذ محمد حميد عفوا تفضل. تفضلك. هو في الحقيقة هذه ظاهرة نشوفها في كامل التراب الوطني. نعم. ولات ظاهرة جزائرية، وعلى هذا اللي الدولة سنت القوانين هذوما سيرتو 0815. نعم. باش يعني تقضي على هذا المظهر هذا يعني. ولكن القانون هذا 0815 ما جابش النتائج المرجوة. ما زلنا صافي 10 سنين من اللي خرج القانون، ولا أكثر من 10 سنين، ما زال نشوفوا بنايات ماشي مكتملة والواجهات ما عندك ما تشوف فيها. اليوم كان قانون واحد آخر اللي راح يرومبلاسي القانون 0815 اللي هو 2255، فيه تسهيلات على كل حال في الوسمو. هو حتى 0815 كان فيه تسهيلات في يعني كي تحط الميلف وكذا، ولكن في المعالجة كان بزاف ملفات اللي تقصاو، ويعني تقصاو هكذا كبرك. دونك اليوم كاين قانون هذا 2255 اللي راح ربما يقضي على هذه الظاهره هذيه. زياده على هذه لازم المواطن يمشي في القوانين هذوما باش نقضيوا على هذه الظاهره هذيه اللي للاسف الشديد يعني تشوه المنظر في على الجزائر كامل. نعم استاذ عبد القادر تفضل. نبدي انا من انتهى السيد نائب الرئيس فيما يخص القوانين. نعم. القوانين أنا تمنيت لو كان يكون تمديد آخر، لو كان يكون على المستوى المحلي أفضل، معنى على مستوى الولاية أو الدائرة أو البلدية. المهمة تكون سهلة نوعا ما، إحصاء البنايات الفوضوية أو ما نقولوش غير فوضوية، نقولو غير المكتملة، وببطاقية بلدية أو دائرية أو ولائية، لأن إذا كان بقات على المستوى الوطني نوعا ما تكون شوية صعوبة لسيدنا نائب الرئيس. وبالرجوع أيضا إلى النمط العمراني، النمط العمراني
كاين اهل اختصاص، كاين مجتمع مدني، كاين ساكنه، كاين مؤرخين، كاين مثقفين. هذو هما اللي يكون عندهم الدور الفعال في اختيار مثلا النمط العمراني او الالوان الواجهه او الى غير ذلك. اذا كان خلينا المسؤوليه تبقى دون من ما انا نكون مسؤول، لنفرض في والي في ولايه ما ويعجبني لا كولور دومينو، قال انا مش عارف الفار والله الكسم، ونعاود نمشي انا لولايه اخرى او منطقه اخرى بثقافتها المتنوعه، ونفرض لك الكسموه شحال. طيب استاذ، نحن نتحدث عن المخطط العمراني قبل يعني ان نتطرق الى الاجابه عن الاسئله التي كانوا طرحوها المواطنين والتي وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بما انه تحدثنا كما ذكرت عن المخطط العمراني، هل القانون يعاقب اصحاب السكنات المشيده بدون مخطط عمراني؟ اكيد القانون يعاقب، وربما توصل حتى العقوبة حتى السجن كما تفضل الأستاذ. نعم. وبالإضافة إلى الهدم، بالإضافة إلى متابعة أخرى. نعم. وعليه المشكل اليوم ما راهش مشكل سكنات غير مكتملة فقط، ولكن فيه أيضا سكنات أنجزت على عقارات على أراضي فلاحية. نعم. داخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير البدو. والبدو أبروفي، ولكن في كيسموه مازالها مستثمره. واليوم نعرفوا احنا باللي الاكستراكسيون راهي على مستوى الوزاره الاولى، بمعنى كاين سكنات مشيده في ربع سنين وخمس سنين على اراضي على اراضي فلاحيه، والمواطن هذاك ما استوتلاش الوضعيه تاعه، وربما ايضا فيه عقارات، فيه تجهيزات، فيه استثمارات، ولكن لما ما تسوش وضعيه العقار وبقات طبيعه العقار في لحية، الناس ما استلمتش رخصه استغلال. واننا السيد رئيس الجمهوريه في قرارته الاخيره نعم كان مد رخص استغلال استثنائيه الى اصحاب المشاريع الاستثماريه. طيب استاذ، تحدثنا عن تسويه المطابقات للبنايات، نعود اليك استاذ اسامه. في هذه النقطة التي تحدثنا عليها، هل تؤثر عدم تسوية مطابقة البنايات على تسليم العقود النهائية للسكن؟ أكيد طبعا. نعم. أنه لازم طبعا نفهموا وش هو عقد الملكية. نحن الجزائري بمجرد أنه يقول لك عندي عقد ملكية يظن بلي يثبت ملكيته العقار. عقد الملكية يثبت ملكيتك للعقار وليس للبناية. نعم. يعني لو فرونسي حميد ماهوش للبناء، للبناية. الشيء اللي يثبت ملك للبناية ورخصة البناء تثبت أنه استفدت من حقك في البناء. الدفتر العقاري يثبت ملكيتك للبناية، وشهادة المطابقة تثبت أنه بنيتك طابق المعايير المعمول بها. لا ما لازمش احنا نعتقدوا انه لو فات عندي عقد ملكيه تاع اسمه خلاص رانا راهي عندي دار وعندي وثائق تثبت ملكيتي للدار. لا، وثائق الملكيه تثبت ملكيتك للعقار اللي راك تستغل فيه، لكن لابد من دفتر عقاري، لابد من شهاده المطابقه. انه حتى اليوم لما تجي دير نشاط تجاري، هناك مجموعه من النشاطات التجاريه اعتمادات نتاعها مرتبطه بشهاده المطابقه. اليوم تحب تدير دارك تحولها الفندق، دارك تحولها الوكالة السياحية، أول في الملف الأساسي اللي يطلبوه لك باش يسلموا لك لاغريمون يطلبوا لك شهادة المطابقة. أنه شهادة المطابقة مهمة ومهمة جدا، لابد أنه ما نبقاوش رابطين مصيرنا قال عندي عقد ملكية خلاص ما عندي ما ندير بها، عندي عقد ملكية تثبت ملكيتي. حتى غدوة إن شاء الله لعل هذه أقدار، احنا شفنا زلزال 2003 واش تسبب باش تثبت انه كان عندك عقار، باش تثبت العقار تاعك انه بالنسبه لمصالح الدوله. عندك قطعه ارض ما كان حتى حاجه تثبت انه عندك عقار في قطعه الارض هذيك. طيب أساتذة، الآن بعد ما ناقشنا موضوع الحلقة نذهب سويا إلى الإجابة عن الأسئلة التي وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا الأسئلة التي طرحوها المواطنون. أبدأ بك أستاذ حميد، في مواطنة تقول ما هي مخاطر ترك البناية الغير مكتملة؟ فيها مخاطر عدة على كل حال.
كنا تكلمنا على بعض المخاطر. زيادة على الشيء اللي كنا تكلمنا عليه هي البناية كي تكون غير مكتملة تقدر تمثل خطر حتى على اللي راهو ساكنها. لان في لي بلان دارشيتكتور حتى تلبس رانا نشوفوا بلي كاين بنايات يبني ويخلي البريك ما يلبسوش حتى التلباس عنده اهميته في البنيان. دونك الا كانت البنايه ماهيش مكتمله معناتها يتمثل خطر حتى على الناس اللي راحين يسكنوا فيها ويكون تقدر يكونوا دي ديغا اللي غدو ان شاء الله ندموا عليهم يعني ما لا تحمد عقبه. نعم فوالا يعني. نعم اذا اعود اليك استاذ مرابط عبد القادر. ايضا مواطن اخر يقول أنجزت سكنا ولم أستكمل تهيئة الخارجية، هل يؤثر ذلك على وثائق الملكية؟ وثيقة الملكية إذا كان يقصد بها وثيقة ملكية هو أصلا باش بنى سكن وتحصل على رخص بناء أصلا عنده عقد ملكية. نعم. أما إذا كان يقصد شهادة المطابقة أكيد شهادة المطابقة داخل أو فيما يخص المبنى كمبنى، أما التهيئة الخارجية معناتها تدخل. إذا ما كانتش في المساحة اللي تابعة للملكية التي أخذ عن طريقها رخص بناء. طيب شكرا أستاذ. أعود إليك أستاذ أسامة. مواطنة أخرى تقول ما هي الإجراءات للحصول على قرض للتهيئة الخارجية للسكن؟ هناك صيغ بنكية عديدة، ولكن الصيغة المعنية ربما مباشرة بهذه تتطلب أنه تدفع رخصة شهادة المطابقة. نعم. باش تستفاد من قرض بنكي باش تنهي الأشغال الخارجية لابد من أنه تقدم عقد ملكيتك للسكن، الدفتر العقاري، وكذلك في بعض الأحيان يطلبوا شهادة المطابقة. نعم. باش تستفاد من هذه الصيغة البنكية من أجل إنجاز أشغال، تستفاد من قرض بنكي من أجل إنجاز أشغال خارجية للبناء. نعم أستاذة شكرا لكم، مازلتم معنا طبعا في البرنامج، ولكن أشكركم على كل الإجابة التي أجبتوها على المواطنين. الآن أدعوكم سويا وأدعو المشاهدين الكرام لمتابعة تركن استشارات قانونية حول موضوع حلقتنا لنهار اليوم وهي البنايات الغير مكتملة، ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ركن استشارات قانونية من برنامج العقار. موضوعنا لهذا الأسبوع هو طريقة تسوية عقود البنايات الغير مكتملة، ولمعالجة هذا الموضوع أسعد باستضافة الأستاذة عدوان نسيمة أفتيس، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا. أهلا بك سيدتي معنا. أهلا مرحبا بكم. شكرا أستاذة. كما تحدثنا سابقا موضوعنا لنهار اليوم هو طريقة تسوية وضعية البنايات الغير مكتملة من الخارج، فما هو نظر القانون للمنازل النصف مشيدة خصوصا أنها تعتبر تلوث بصري للناس ومن ناحية نفسية لهم؟ البنايات الغير مكتملة هي معضلة قانونية لأنه ما كانش نص اللي يمدلك لمدة الإنجاز أو التشطيب. إحنا ما يخفلكمش إنه كين حالات وين تكون بناية بموجب رخصة بناء وكين وين تكون دون رخصة بناء. اليوم هاد رخصة البناء فيها مدة سريانها، ولكن ما كانش المدة اللي تلزم المالك باش يكمل بناية تاعه في مدة معينة. ولكن هذه المشكله حنا ما حاش نرجعوها للمواطن، لانه ما يخفلكمش اليوم باش واحد يروح يبني يعني راهي تسقاملو المواد البناء راهي في تزايد مستمر. حنا اليوم هذا المواطن لازم نخلوه يحس بالدور المدني ويحس بالدور الفعال ليه فيما يخص تحسين الواجهات ولا التحسين العمراني، التسييج العمراني. اليوم حنايا هذا المواطن ما يخفلكمش انه باش تروح تبني ماشي حاجه سهله، يحب يروح يقوم بقرض
يصيب روحه يتوجه للبنك يشترط له عقد ملكية مشهر وشهادة سلبية. وإحنا ما يخفلكمش أنه أغلب القطع الأرضية اللي راهي مملوكة للأفراد يعني أغلبها راهي دي ديسيزيون ماشي عقد مشهر. اليوم هذا المواطن ما كانش واحد ما يحبش يكمل البناية تاعو ويشوف الفيلا تاعو شابة، ولكن اليوم إحنا هذا المواطن لازم مدون تسهيلات، لأنه الردع ما راهوش حل، سواء غرامة سواء الحبس سواء الهدم ما راهوش حل، لأنه هذا الإنسان باش بنى راهو تعب، ماشي سهل باش تبني بصح سهل باش تريب. اليوم هذا الإنسان راهو تعب، احنا الدور تاعنا وشنو كدفاع؟ احنا رانا ضد العقوبات، احنا ماذا بينا يكون هناك دور إيجابي للدولة. الدور الإيجابي تاعها فاش يكمل؟ أنا أشوفه باللي البنوك اليوم راهو الدور تاعها جامد، الدور تاعها اليوم هاد البنوك ما راهيش تعاون المواطن. هذا اللي احنا واش نطالبو؟ نطالبو تقنين، تقنين هاد الإجراءات، التقنين تاع البنوك فيما يخص العقار، فيما يخص العقار وفيما يخص خاصة هادهم المالكين دون عقود. ماشي نقولوا دون عقود يعني ما عندوش عقد، كاين عقد اداري وكاين دي ديسيزيون، هادو ما نسهلوا عليهم، نخلوهم نعاونوهم نعاونوهم عن طريق قروض. هاد القروض تكون بناء على ملفات مدروسة من طرف خبراء مكاتب دراسات. اليوم انت يسلف له دراهم دير له ان شيونسي يروح يكمل البناء ديالو، صدقوني اي واحد لو كان تمد له هاد الفرصه رايح يكمل البنايه ديالو، وحيكون هناك نسيج عمراني وواجهات يعني مكتمله. استاذه كمواطن بسيط كيف اعرف ان منزلي غير مكتمل من الخارج وانه هذا الشيء راح يسبب لي مشاكل مع الدوله؟ يعني هو المنزل غير مكتمل، هل هناك معايير من خلالها اعرف انه المنزل غير مكتمل؟ فيما يخص المنزل غير مكتمل، هنا المعيار وشنو هو؟ هو مخطط البناء. اليوم انت كي تودع الملف تاعك على مستوى البلدية ويسلموا لك رخصة البناء، انت في هذه الحالة انت راك قدمت مخطط، يعني اليوم كي يجوا اعوان المختصين يجوا باش يعملوا المعاينة هنا باش يمد لك لا كونفورميتي واللي يسموها المطابقه، ولا يمد لك شهاده انتهاء الاشغال. لازم تكون البنايه تاعك مكتمله طبقا للمخطط المسلم لك من طرف البلديه ويكون مؤشر عليه من طرف لادوش. هذا هو المعيار. اليوم المواطن واش يقول لك؟ اللي لاباس به راهو يزقم الواجهه تاعو، والمواطن البسيط يقول لك انا يلبسها برك وراهي مفينيا، هي يقول لك لا لا تلبسها وتصبغها وتهيئها وتمد لها نوع من المنظر الجميل. طيب استاذه المخالف، هناك مخالفين للقانون، ما هي عقوبتهم؟ احنا فيما يخص العقوبات للاشخاص المخالفين لقواعد التهيئه والتعمير، والقواعد التهيئه والتعمير هنا كاين عقوبات يا إما بغرامات مالية، وفي حالة العود تكون عقوبة الحبس إضافة إلى الغرامة المالية. يعني كل واحد حتكون العقوبة ديالو على حسب المخالفة اللي ارتكبها. يعني حنايا كدفاع حنا رانا ضد هذه العقوبات، لأنه أي مواطن ولا بنا بناء لأنه ما صحلو لا لديال لا تساهمي لا سوسيال، راح تكل على نفسه وراح بنا، ولكن راح حاول استفهم هذا الإنسان كيفاش بنا. راهو دار دين، راهو حرم ولد مش حال من حاجة. اليوم احنايا ما نروحوش نطبقوا القانون فيما يخص الردع، نشوفوا المشاكل اللي راهو يعاني منها المواطن ونحاول نصيبوا لها حلول كما قلنا سابقا عن طريق تعزيز القروض البنكية اللي تكون فيها تسهيلات نحلهم الفايدة.
يعني كاين امور نقدروا نعاونوهم بهم ونتفاداو هذه العقوبات. استاذة عدوان، هل هذا القانون، هذه العقوبات والمخالفات تطبق فقط على الاشخاص الذين يسكنون في المدن الكبرى ام انها تطبق ايضا على اناس يسكنون في المداشر والقرى؟ القانون يطبق على مستوى التراب الوطني. احنا نشوفوا يعني كاين بلديات مش حابه نذكر اسمها، نشوفوا يعني تسيبي دي فيلا مبنيين من بعد يجوا يريبوا لهم. انا قلت التعسف في استعمال السلطه. وعلاه كيفاش اليوم هذا الانسان خليته يبني كيش تطلع على فيلا ديالو وكملها تروح تريب له وين كنت كي كان يبني؟ هنا اليه الرقابه ما كانش. فيما يخص القرى او المدن خارج الولايات، الولايات تاع الجزائر، يعني اغلب الولايات الكبرى راهي تقوم بالردع، راهي تقوم بعمليه التهديم بعد اتخاذ الاجراءات الاوليه اللي هي مخالفه المعاينه، وكان اجراءات تتم باش يلحقوا التهديم. ولكن بالنسبه للقرى انا نقول لك واحد ما سامع بهم. وعلى اصلا هما واش راح يبني؟ حيبني مسكين زوج بيوت ولا دار لهم الترنيت ولا دار لهم القرمود؟ يعني راهو محروم وتروح تحوس تعاقبه. يعني هذه استاذه، ما هي الاجراءات اللازمه كسؤال اخير، ما هي الاجراءات اللازمه لتسويه وضعيه العقار غير المكتمل؟ اليوم احنا واش نطالبوا كهيئه الدفاع؟ اول حاجه التقنين، تقنين فيما يخص العقار، التناسق مع البنوك لتسهيل عمليات القروض حتى يمكن المواطن باش يقدر يكمل البناية ديالو. هنا هاد الحالتين والاستعانة بالخبراء، الله يبارك عندنا في الجزائر خبراء ولي راهم متمكنين. انا اليوم نسيبوا روحنا حاليا مازلنا نطبقوا في القانون تاع 1929 لم يعدل منذ صدوره، لا يتماشى مع الوضع الراهن. اليوم يجينا قانون 08/15 تسوية الوضعية، ولكن هذا القانون جامد لأنه من ناحية تاع الواقع لم تمكنوش إلى يومنا هذا من تسوية البنايات. وعلاه؟ لانه كاين حالات، كاين ينصبوا الوعاء العقاري ماشي تابع البلديه، كاين ينصبوا المواطن مدوله قطعه ترابيه بسعر رمزي 20000 دينار، كي يروح يسويه يطلبوا له مبلغ ديال 1,200,000. يعني اليوم حنايا نشوفوا انه هناك نقص في القوانين، وهناك عدم مسايره الواقع الحالي. هذا اللي يخلي البنايات غير مكتملة. طيب أستاذة، قبل الختام كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، المواطن هو لب المشكل والمواطن هو الحل. طيب أستاذة، شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية فقرة استشارات قانونية، إلى اللقاء. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا سويا ركن استشارات قانونية حول موضوع حلقتنا لنهار اليوم وهي البنايات الغير مكتملة. والآن أدعوكم سويا وأدعو ضيوفي في البرنامج لمتابعة ركن اسبغ دارك مع ديدو، ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم عندنا مرة أخرى في حصتكم أسبغ دارك مع ديدو. نعلموكم تقنيات الصبيغة، كيفاش تبدأوا كيفاش تكملوا. درنا في الحلقات حاجة بازيك وبسيطة، دركا أنا دخلنا إن شاء الله في الديكور الصحيح، في الديكورات الفخمة اللي نستعملوها في الصالونات، نستعملوها في الكولوار. يعني الديكور راح نديروه اليوم هو إليزي كما راكم تشوفوا تلاحظوا معنا هنا الفوق، أنا خدمينه في الحيط، نديروه كخلفية، نديروه في الصالون مثلا وين تكون تلفزيون تاعك جهه البلازما، دير
الديكور هذا ما نديروش ما نقدروش نديرو اربع حيوط ولا خمس حيط، واحد يكفي، ومن بعد الحيوط الاخرين ثلاثه اللي بقاو نكاسيهم بكولر تكون في الكلار. تابعوا معنا الطريقه. اول حاجه الاليزي هذا لازم له الماتنوار. الماتنوار واش هو؟ هو صبيغه تاع الماء كيما الساتيني بصح ما تبريش، نقولها اكريليك مات. الساتيني وحدها والمات وحدها، ما نقدروش نقولوا الساتيني مات، هذه غلطه راهي شائعه. الماتنوار تاعنا نشفت، درنا انكوش، كي تنشف مليح بعد 3 ساعات دركا نجي ندير الديكور تاعي، نرسموا لها رسم بالبابي كولون. كي حبه تاع المقروط دركا نبداو لابليكيو. الليزي هو ديكور جذاب بزاف مليح، نخدموا به حيط واحد بزاف، يتخدم على الفنوار. نعاود لكم، هو جاي كيما الصابلي على شكل حبيبات. الحبيبات هذه كي القشور نفرشوها، هنا خيرنا اللون نحاسي، نحاسي بالبرونز والطاشة كحلة، يجي واجد هكذا في البيدون. ونبدأ نخدم، هاي خدمتي كيفاش. كاين حبيبات كي تقرب وتشوفهم تلقاهم لازم تفرشهم، ما تخليهمش متلايمين، دائما فرشها. بعد ما كملنا الكوش الاولى خليناها نشفت 10 دقائق ربع ساعه، ماشي اكثر ماشي اقل. وانت تحكم كي تكون تخدم تعرف الوقت اللي الحيط تاعك ينشف. كيفاش نعرف بلي ينشف؟ عندي واحد الحبيبات هكذا وعندي الفون، كي نشوف الفون تاعي ينشف نقدر نروح العمليه الثانيه اللي هي هذا الشيء لازم نكرازيه. باش نكرازيه؟ كرازيه بلا ليسوز تاع لينوكس. دائما في الديكوراسيون ما نستعملوش الحديد، نستعملو دائما لينوكس ولا البلاستيك. حنا فضلنا نخدمو باللينوكس، ليسوز تاع ستيكو ولا تاع كارينيا. بهذه الطريقه الشيء اللي خدمناه نرقدوه، نرقد لا ليسوز تاعي، نرقدها نميلها شويه، ما نخدمش نخدم شويه وقف باش ما نجرحش الحيط. هذه الطريقه كل اتجاهات نمشي الحبيبات تاعي هذوك لازم يتمشاو، لي فلوكول هذو لازم يدخلوا في بعضهم. ناكد اني فت على كل الاماكن هذا. هنا خلينا الاسود يبان شويه، الحكمه راهي في الاسود هذا باش كي نديروا دوزيام كوش نشوفوا المنظر اللي يعطينا. نخلوه ينشف دركا كي كملنا البريمير كوش وكرازيناها، نخلوها تنشف لمده ساعتين على الاقل، تنشف مليح ونجو نطبقوا الطبقه الثانيه بنفس الطريقه، ومن بعد نحيوا البابي كولون ونشوفوا النتيجه ان شاء الله. سنعود ان شاء الله. الان رانا كملنا الطبقه الاولى، خليناها نشفت، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكونوا جيناكم خفاف. نكملوا ان شاء الله في حلقه واحده اخرى في ديكور جديد، ورانا كل مره نطلعوا لكم في الدرجات. بدينا بالبسيط حتى نلحقوا الاعمال الفنيه باذن الله. نلقاكم بعد اسبوع سهره الاحد. ديدو يقول لكم السلام عليكم ورحمه الله. كانت هذه هي فقرة اصبغ دارك مع ديدو مشاهدينا الكرام. الآن نمر سويا وإياكم إلى فقرة إعلانات. إذن مشاهدينا الكرام، لكل من يود أن يقوم بالإعلان عن منتجاته أو عن عقار أو كل ما يتعلق في مجال الإعلانات، ما عليه سوى أن يتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن في خدمتكم طبعا مشاهدينا لكل إعلاناتكم، كما نحن في خدمة المشاهد الكريم للإجابة على الأسئلة وعلى انشغالاته أيضا. نحن أذكركم مرة ثانية في خدمتكم أيضا لكل إعلاناتكم ومنتجاتكم. إذن أعود إلى ضيوفي في البرنامج. كلمة أخيرة معك أستاذ عماني أسامة، خبير اقتصادي ومختص في القانون. شكرا على الاستضافة. نتمنى إن شاء الله المواطنين الكرام يكونوا استفادوا من هذه الحصة،
ان شاء الله يكتسبوا مجموعه من السلوكيات الحضاريه اللي تنعكس ان شاء الله على الواقع العمراني نتاعنا ان شاء الله. شكرا وبارك الله فيك على الاستضافه وعلى المجهود نتاعك. شكرا لك استاذ انت على تلبيه الدعوه وحضورك معنا في البرنامج وعلى كل المعلومات القيمه التي قدمتها لنا. اذا استاذ بلعشاشي حميد نائب رئيس بلديه رويبه مكلف بالبناء والتعمير، كلمه اخيره. دابا نشكركم على الدعوه تاعكم، كما قال الاخ اسامه ان شاء الله المواطنين المشاهدين يكونوا استفادوا من الحصه هذيه. انا اذا كان ممكن نمد نصيحه للمواطنين باش يبروفيتيو من القوانين هذومات، باش اذا كان الدوله تسن قوانين والمواطن ما يعني ما يستفادش من القوانين هذوك، راح القانون ما راحش يجيب نتائج. دونك ماذا بينا المواطنين يمشيو يحطوا الملف ديالهم باش يتحصلوا على شهاده المطابقه ونقضيوا على لا 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 الامور اللي ماشي مليح. نعم استاذ، شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته لنا في البرنامج، ونتمنى ايضا ان تكون لنا نقاشات اخرى في اعداد اخرى في برنامج العقار. اذا اعود اليك استاذ رابط عبد القادر، مهندس معماري معتمد ونائب برلماني عضو لجنة السكن في المجلس الشعبي الوطني، كلمة أخيرة. إذن الشكر إلى قناة الوطنية والتقدير أيضا إلى الضيفين المحترمين. في الأخير أنا تمنيتي أن يأخذ الملف الجانب الإعلامي، ما نخلوش المواطن ما بين الملف كملف ملك المواطن ومكاتب دراسات. نتمنى أيضا الهيئات المعنية والإدارات المعنية أنها تسلط أضواءها على هذا الملف، وشكرا لكم مرة أخرى. شكرا لك أستاذ أنت على تلبية الدعوة وعلى كل ما قدمته لنا في البرنامج أيضا، وكما ذكرت للأساتذة تكون إن شاء الله لنا نقاشات أخرى في برنامج العقار حول مواضيع أخرى تتعلق في بالعقار، وأيضا يعني للمشاهدين أيضا وللمواطن أيضا حول كل ما يهتم بمجال العقار إن شاء الله. شكرا لكم مرة ثانية. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العقار الذي تتابعونه عبر قناتي الوطنية. في الأخير أذكركم طبعا مشاهدينا الكرام، لكل من يهتم ببرنامج العقار ما عليه سوى أن يتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا لإعلاناتكم كما ذكرت منذ قليل، نحن في خدمتكم دائما، اتصلوا بنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونحن في خدمتكم دائما. إلى هنا أقول لكم شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.